انا معايا هنا هاند سهله. انا يعني انا الاقتراح ده بقترحه على كل ست بيت، بدل ما نعمل بالمخرطه وطبعا وما فيش وقت في رمضان مش هنلحقنا. اوكي لا لسه هتاخد وش دلوقتي وتستوي معانا. هوريهم بس طريقة الملوخية عشان تسهل على كل ست بيت. خدت الشوربة بتاعت الملوخية معايا، هاند هنا، هاند اللي بضرب بيه الخلاط. اوكي ملوخية مقطفة ومعايا شوربة بتاعت الفراخ ومعايا توم ومعايا كزبرة. انا بحاول طبعا افرمها. هعملها قدامكم عشان سهلة شوية. حابين تشوفوا المقادير؟ اوكي بصوا على الفراخ اللي في الفرن. شويه كده فاضل لها دقيقتين، فاضل لها دقيقتين نبص عليها تاني. فرمناها اكتر هتبان اكتر طبعا مع الهاند، بس طبعا عشان الوقت بس اتفرمت طبعا اسهل بكتير من المخرطه. اوكي طبعا الملوخيه اهي قربت، ايه احنا فرمناها اهو وجهزناها، فاضل بس دقه الثوم اللي هي والكزبره والزبده فيها وهنشوحها على البوتاجاز. طبعا هتستوي الثومه، هتتقدح، هتتحط على الملوخيه. ادي الملوخيه اهو، طبق ملوخيه جميل اهو، الجلوش عملناه، قمر الدين بيبرد اهو وهيجهز ونحط عليه المكسرات. الفراخ في الفرن يعني هي فاضل لها 10 دقائق ان شاء الله تستوي لانها قربت على السوا فعلا. متشكره جدا جدا لمتابعتكم.